ثبت عليك انه اوكي اني احبك وممكن انه نتشارك ونتزوج وهاي، ولكن اني شرطي انه بما انه كملت دراسة وخلصت وتعبت على نفسي استمر بالشغل. في هالحالة انت تضحي بحبك او انك انت توافق على شغلها؟ بدنا نحكي حالة حب مدى يعني احكي هسه حالة فرضا لا اكيد اوافق انه تشتغل أوكي. بس يعني نزولا لرغبتها. اي انا ليش اقول لك انه اكو تنازلات، بس يعني مو معقول البنين اللي انا احبها او اللي انا احبها راح تخليني بين هالموقف. اذا نقدر نقول انه محمد بوجهه يعني بصوره عامه رافض شغل المراه، ولكن ان جت كتقدير هاي... كتقدير للمراه، ولكن اذا حطيت بهيك موقف ممكن انك انت تتنازل شويه عن هذا الشيء. يعني